من خلال عقود اكيد موثقه ومن خلال الاتفاقات، وحتى من غير عقود الاهلي بيوفي باي وعد قبل اي عقد، ده شيء مفروغ منه. فهنا دايما بيبان الفرق. يعني مثلا انت بتيجي تفكر في النادي الاهلي انك تتعاقد مع لعيب، وفي نفس الوقت اللعيب ده جاي له عروض من انديه اخرى، ويشوف المشاكل اللي بتحصل او الازمات اللي بتحصل مع بعض اللاعبين في الانديه الاخرى. على فكره مش بعيب في حد، لكن انا يعني بقول ايه، الفرق بيبان في الحاجات دي. يعني فاللعيب يجي يقول لك انا عندي الاهلي مقدم لي عقد، وعندي مثلا نادي تاني او نادي تالت رابع اي حاجه مقدم لي عقد، هختار ايه؟ هختار الاهلي اللي ملتزم في سداد الرواتب والعقود وكلام من ده، ومش حابب المشاكل. هتفرغ بس ان انا العب كوره، هتفرغ بس ان انا اقدم مستويات كويسه. هنا بقى دور الاداره، دور الاداره مهم قوي، لان البعض يقول لك ايه اصل الكوره دي جهاز فني ولاعبين. لا طبعا، لا طبعا، مسؤولي الانديه واداره كل نادي هم الاساس في نجاح اي منظومه كرويه في مصر. طالما الاداره ناجحه، طالما الاداره بتنفذ وعودها وعقودها، فبالتالي هتلاقي النتائج المرجوه المطلوبه، بيعملوا اللي عليهم وبيستنوا النتائج من لاعبين، من جهاز فني، كل هذه الامور في الحقيقه. فهنا الفروقات دايما. وبالمناسبه برضه عشان نبقى نتكلم بمنطقيه وبصراحه شويه، في بعض الفترات السابقه من فتره كبيره يعني، كان في تعثر عند معظم الانديه في مصر بما فيهم النادي الاهلي في سداد الرواتب والمستحقات بالنسبه للاعبين. لكن هل حد من النادي الاهلي طلع اتكلم كلاعب في ان انا ما باخدش فلوسي؟ ده بتكلم على فتره قبل كده عشان تبقى مركز معايا، فتره فاتت كبيره يعني. هل حد من لاعبي النادي الاهلي طلع قال انا ليا رواتب متاخره يا جماعه انا عايز فلوسي؟ حصلت؟ حد سمع الموضوع ده؟ سواء لعيبه حاليين، لعيبه قدامى من فترات كبيره؟ لا ما حصلش. ليه ما بيحصلش؟ حتى لو في بعض الاحيان بيبقى في تعثر في سداد الرواتب، لان كان في ظروف كلنا عارفينها مصر كانت بتمر بيها، الجانب الاقتصادي والانديه وكل هذه الامور يعني. لكن ليه اللعيب ما بيطلعش يتكلم لما بيكون في مثلا حاجه مع النادي الاهلي بالذات؟ لان هو عارف وضامن فلوسه في النادي الاهلي كانها في جيبه. وقت لما الدنيا هتبقى كويسه هيلاقي الفلوس موجوده. ولو الدنيا ماشيه بشكل كويس هو مش هيفكر في الموضوع ده، لان كده كده الفلوس هتبقى معاه في جيبه في حسابه. فهنا دايما ده الفرق ما بين اي نادي واي نادي اخر. فممكن واحد دلوقتي وهو بيتفرج عليه يقول لك ايه؟ طب يا عم اسكت، ما انت عندكم قبل كده سليماني كولوبالي هرب من الاهلي. لا هقول لك هنا في فرق اخر. سليماني كولوبالي لما هرب مش عشان مستحقات ماليه، هرب عشان هو لعيب مش ملتزم. هو لعيب بيروح من هنا لهنا بيتنقل كتير، سياسه عنده. لكن كمستحقات لحد انا هقول لحضرتكم على موقف كنت موجود مع النادي الاهلي في رحله الاهلي لجروه في الكاميرون، مباراه القطن الكاميروني في 2017 في دور المجموعات مع الكابتن حسام البدري اللي كسبنا هناك فيها 2-0. مؤمن زكريا جاب جون او جونين على ما اتذكر في الماتش ده. ودي كانت اخر رحله لسليماني كولوبالي مع النادي الاهلي، وانا كنت معاهم هناك، كنت بقوم بدوري وشغلي كمراسل يعني للقناه في التوقيت ده، وكنت راجع معاهم في الطياره. بعد ما رجعنا هو مشي تاني يوم على طول، هرب يعني تاني يوم كولوبالي هرب. بس انا شفت حاجه بعيني واحنا في الطياره. اول باول انت كسبت في لائحه او في بوكيت ماني ليك في السفريات مش عارف ايه، انا شفت سليماني كولوبالي هو بياخد الفلوس في الطياره قدام عيني، اللي هو ده النادي الاهلي. انت خلاص كسبتني ماتش، عملت ماتش كويس جدا وفي لائحه، او حتى لو تعادلت في لائحه برضه فلوسك وانت في الطياره راجع من الكاميرون. وانت راجع اتفضل على طول، انا شفت الكلام ده بنفسي في الطياره يعني. فهتقول لي ما هو انت في هرب قبل كده سليماني، هقول لك سليماني كولوبالي حاله ثانيه. الاهلي كان ملتزم معاه بكل الامور، لكن هو اللاعب اللي ممكن ما يكونش متزن في اداره مسيرته بشكل عام يعني. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال حتى عصام الحضري لما هرب قبل كده كان الاهلي بيلتزم معاه في كل حاجه، لكن الراجل كان بيرغب في الاحتراف يعني. دي مشكله ودي مشكله، اللي حصل النهارده ده حاجه واللي حصل قبل كده حاجه ثانيه. فحبيت ان انا في الاول بس كده ايه نبين للناس اللي هم عارفين ومدركين جدا مدى قيمه النادي الاهلي وعظمته في اداره اموره واداره فرقه ومدى قيمه مجلس الاداره، مش الحالي بس، انا بتكلم كل مجالس الاداره، كل مجالس الادارات على مدار تاريخ النادي الاهلي، الالتزام المؤسسه الاداريه الافضل دايما
في الجانب الرياضي مؤسسه النادي الاهلي. فالدلائل كل يوم كده بيحصل حاجه بتبين مدى قيمه وعظمه هذا الكيان في الحياه. وان شاء الله مش بقول الكلام ده عشان في قناه الاهلي، دي حقيقه بصراحه. واعتقد ان ممكن اي حد في قناه اخرى يقول كلام مشابه للكلام اللي احنا بنقوله النهارده، لان دي حقائق موجوده بنلمسها على ارض الواقع. ففي كل الاحوال احنا نتمنى، بالمناسبه برضو نتمنى ان ما يكونش في مشاكل في كل الانديه في مصر، ان كل الانديه في مصر تلبي اتفاقاتها مع اللاعبين. ليه بقى؟ ليه بتكلم في كده؟ لان دي في الاول وفي الاخر سمعه الكره المصريه. لما يبقى في لعيب هرب من نادي بسبب مستحقات وبسبب التزامات وكلام من هذا القبيل، فبتبقى سمعه بره، يقول لك في نادي في مصر كذا 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 كذا. السمعه دي ممكن تاخد جنبها يعني معاها كم ايه، كم نادي كمان، مش هتبقى حلوه ككره مصريه. السمعه عليها مش هتبقى حلوه يعني. واحنا بنحاول نحسن دايما سمعه الكره المصريه. فاحنا نتمنى كل التوفيق بالمناسبه لكل الانديه. نتمنى ان ظروفهم كلها تتحسن، لان ده برضه هيدي منافسه بطعم اقوى وانتصارات. لما تكسب انت كنادي اهلي مثلا بطوله زي بطوله السنه اللي فاتت، كانت المنافسه عامله ازاي؟ فبالتالي حسيت بطعم البطوله، بطوله الدوري يعني، حسيت باهميه البطوله دي. ايه الفرحه دي؟ كان في كل الصعوبات بتتحط قدامك عن عمد وغير عمد، والاهلي فاز بالدوري. احنا عايزين دايما يبقى في منافسه، الاحق هو اللي يكسب، الحق في الملعب هو اللي يكسب فنيا اداريا كل حاجه. فنتمنى كل التوفيق لكل الانديه في مصر، علشان باذن الله الكره المصريه يبقى في ارتقاء وسمعه افضل في جميع انحاء العالم يعني في كل الاحوال. طيب خلينا نروح لاخبار الاهلي النهارده. بالمناسبه المران النهارده سري ومغلق. احنا عارفين الفريق بيستعد لمباراه مهمه جدا بكره. مهمه طبعا، لان احنا هنقابل فريق بني سويف فين؟ في بطوله كاس مصر. واي مباراه انت بتلعبها مهمه، حتى المباريات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي فهي مباريات مهمه. فبالتالي مباراه غايه في الاهميه، دور 32 مع بني سويف في استاد القاهره ان شاء الله باذن الله بكره الساعه 7:30. الاهلي بيستعد لهذه المباراه من خلال مران اخير خلال هذه اللحظات بيجرى، وابتدى في تمام الساعه 4 عصرا. وبعد المران الجهاز الفني هيعلن عن القائمه الخاصه بهذه المباراه. فبالتالي المران كان مغلق وسري، وما فيش اي حد قدر ان هو يتابع المران النهارده بناء على طلب وتعليمات من الجهاز الفني والاداري بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. لكن احنا هنقول لحضراتكم بعض الاخبار يعني. في فحص طبي لمحمد هاني قبل المران، لان محمد هاني كان بيشتكي بعد مباراه النجم الساحلي من اجهاد عضلي. فبالتالي هيتم معرفه مدى جاهزيه اللاعب لخوض مباراه الغد، مباراه بني سويف، او على الاقل تقدير جاهزيته لمباراه الهلال السوداني، المباراه مهمه قوي طبعا يوم الجمعه اللي جايه في بطوله الدوري ابطال افريقيا. ده بالنسبه لمحمد هاني. بالنسبه لصالح جمعه، لان الناس كتير جدا بتسال على موقف صالح جمعه. صالح جمعه عنده اشتكى من الام في العضله الضمه خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي. لعيب مهم صالح جمعة، نتمنى بإذن الله إن أيامه تيجي بقى، نتمنى بإذن الله. هو في إيده كل الكلام ده، الفرص دايما متاحة لصالح جمعة قدامه، كل حاجة في إيده. طبعا الجهاز الفني بيسعى لتجهيز أكبر كم ممكن من اللاعبين يبقى متاح قدامه، لأن ما تنساش إن صالح جمعة من اللاعبين المقيدين أفريقيا، ولاعب مهم طبعا. وعندك غير صالح جمعة أي لاعب، فهو لاعب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. فانت عايز الكل يبقى جاهز ومتاح بالنسبه لك كمدير فني، عشان تقدر تختار براحتك وتقدر تتعامل في الجانب الخططي والتكتيكي باريحيه تامه. بالنسبه لحمدي فتحي، حمدي فتحي بيستكمل العلاج الطبيعي، واحنا عارفين حمدي فتحي للاسف الشديد جاله قطع في الغضروف، فعمل الجراحه مؤخرا في المانيا، فعنده بعض الجلسات العلاج الطبيعي كتمهيد للبدايه في البرنامج العلاجي نحو عودته باذن الله للملاعب بشكل جيد وسليم تماما. دكتور خالد محمود كان حريص جدا في التواصل، وده دوره طبعا وواجبه، والاطمئنان على حاله اللاعب بعد عوده الفريق من تونس، ومتابعه برنامجه العلاجي اللي بيقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الالماني ماير اللي بيشرف على علاج حمدي فتحي. لعيب مهم قوي، نتمنى له العوده سريعا للملاعب. طيب ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي. اول ما القايمه تنزل على طول باذن الله، لو نزلت على مدار الحلقه حلقه كلام في الميديا، هنقول لحضراتكم قايمه الفريق الاول لكره القدم لمباراه الغد. والمتوقع ان يبقى في بعض التغييرات في التشكيل، ودايما مستر فايلر بيعمل بعض التغييرات في التشكيل بالمناسبه، لكن ممكن المره دي تشوف او بكره تشوف وجوه جديده. لعيبه الفتره اللي فاتت دي ما كانتش بتشارك
في الماتشين الاخرانيين بالتحديد، يعني مباراه الجونه ومباراه النجم، تلاقي البعض الاخر بيلعب يعني. فكلها حسابات للجهاز الفني، هو ادرى واحد بيها، هو ادرى واحد في كيفيه التعامل واقحام او مش اقحام يعني، ادخال بعض اللاعبين في التشكيل الاساسي طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه به. بالمناسبه بمناسبه مباراه الاهلي بكره مع بني سويف في كاس مصر، فكاس مصر دور 32 بالتحديد ابتدى النهارده بماتشين، ماتش ما بين وادي دجله وبيله، والمباراه اعتقد كانت 4-0 لحد الشوط الثاني، صححوا لي يا جماعه لو الكلام غلط. بالنسبه 4-0 بالنسبه لوادي دجله على بيله، والمباراه الثانيه هتبقى ما بين مصر المقاصه وفاركو. النهارده ايضا في مباراه في بطوله الدوري، هي مباراه مؤجله بسبب مشاركه فريق طلع الجيش في كاس العالم العسكريه، فبيلعب سموحه، وهي مباراه سموحه، والمباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء او 6، ومباراه ايضا هتكون مهمه في بطوله الدوري. ده فيما يتعلق بمباراه المباريات اليوم. النهارده حفله الكره الذهبيه بالمناسبه طبقا لمجله فرانس فوتبول البالون دور، وفي لاعبين كتير جدا مرشحين، طبعا ابرز هؤلاء اللاعبين وطبقا للتسريبات هو ليونيل ميسي هو اللي هيفوز، وهيبقى الثاني فيرجيل فان دايك، والثالث طبقا برضه للتسريبات هو محمد صلاح، رونالدو اعتقد الرابع او الخامس، ساديو ماني برضه في المنطقه دي. فهنشوف التاكيدات طبعا على مدار الحفله النهارده بالليل. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام، مجلس الاهلي يختار مديرا جديدا لمقر مدينه نصر خلال ايام. بايلر يطالب بلاعبيه باغلاق ملف النجم، وعمار حمدي مفاجاه المرحله المقبله. الاخبار، فايلر يذاكر درس النجم، اغلاق ملف المباراه وحظر التصريحات والتركيز في لقاء الكاس. الشروق، فايلر للاعبي الاهلي، خساره النجم نقطه انطلاق جديده. الاخبار المسائي، فايلر يحذر من مفاجات الكاس، الاهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبني سويف. المساء، حذر في الاهلي من مفاجات الكاس، فايلر طلب من لاعبي الاهتمام بمباراه بني سويف ونسيان السباق الافريقي، السويسري بحث مع محسن صالح صفقات الشتاء. الوطن، فايلر يطالب الاهلي بسرعه ضم مدافع انبي ومحاولات لزياده الجماهير امام الهلال السوداني، نصائح طبيه باراحه ربيعه امام بني سويف استعدادا للهلال، سعد سمير يدخل حسابات المدير الفني، والسويسري يحسم موقف البدلاء اليوم. الوفد، فايلر يكشف اخطاء رادس ومعلول يغيب اسبوعين، الاهلي يسعى لزياده اعداد الجماهير في مواجهه الهلال السوداني. المصري اليوم، الاهلي يطلب زياده عدد الجماهير امام الهلال ل 30,000 مشجع، الضمه تبعد معلول اسبوعين، سعد يتعافى من نزله البرد، والفريق يعسكر لبني سويف اليوم. اليوم السابع، لجنه الكره بالاهلي تبحث مع فايلر ازمه الجناح والديفندر، الاستقرار على مهاجم لوزرن السويسري، الموافقه على اعاره مارسيلو، ووحيد يقود الجبهه اليسرى امام بني سويف بالكاس. الدستور، فايلر يوصي بالتعاقد مع احمد حجازي خلال الانتقالات الشتويه، ظهور بدلاء الاهلي امام بني سويف وتجهيز ابراهيم. روزا اليوسف، هل يضم الاهلي سفاح مازيمبي؟ توهج موليكا يغري الاهلي بفتح ملف المفاوضات. هنشوف. الاهرام المسائي، الاهلي بين مابولو وبولولو، انجوليان في خطة فايلر لمنع كهربا، ازارو وجيرالدو مصدر تهديد. ماشي. طيب بالمناسبة طلع وسموحة، طلع الجيش وسموحة الماتش بيتلعب دلوقتي، وسموحة متقدم 1-0 في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الممتاز. طيب نبتدي بأخبار الأهلي في الصحف من خلال جريدة الأهرام، واللي اتكلمت عن النادي الأهلي النهارده وقالت إيه؟
قالوا ان مجلس الاداره يختار مديرا جديدا لمقر مدينه نصر خلال ايام، وده فعلا هيحصل لان بعد بكره في اجتماع مجلس اداره، وده اجتماع مهم جدا جدا لانه هيكون في تقييم للمديرين التنفيذيين في النادي الاهلي، كل اداره تنفيذيه والتجديدات وكلام كده بتاعت كل سنه، وبالتحديد مقر النادي الاهلي بمدينه نصر هيكون حد بديل او في مكان اللواء حسن مسعود اللي توفاه الله من خلال شهر ونص او شهرين فاتوا، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فاكيد هيبقى في حد في مكان اللواء الراحل اللواء حسن مسعود. فبالتالي الاجتماع هيكون مهم، يعني طبقا للمعلومات اللي عرفها ان الاجتماع ممكن يكون بعد بكره تقريبا، يعني هيبقى بعد بكره في مقر النادي الاهلي بالجزيره للاستقرار عن كل هذه الامور الهامه، وهيبقى في طبعا الحديث عن بعض الجوانب الاخرى سواء فيما يتعلق بالجوانب الانشائيه او الرياضيه. تكمله للخبر، فايلر يطالب لاعبي الاهلي باغلاق ملف النجم، وخلاص بقى احنا اتكلمنا في موضوع النجم وفايلر اكيد اتكلم مع اللاعبين، واحنا عندنا مباراه بكره يعني كان 24 ساعه، فالتركيز كله على مباراه بني سويف، وبعد كده تتفرغ في التركيز على مباراه الهلال باذن الله. عمار حمدي مفاجاه او مفاجاه المرحله المقبله، نتوقع مفاجآت، احنا بنتوقع مفاجآت دايما من مستر فايلر. عمار لعيب كويس طبعا، لعيب كويس قوي ولعب بطوله جامده جدا مع المنتخب الاولمبي وجاهز لخوض المباريات، مستني بس مستر فايلر هو اللي يقرر، فهنشوف مستر فايلر هل هيدفع بيه عمار حمدي خلال المباريات المقبله ولا لا، لكن المفاجآت طبعا وارده وبقوه في عهد مستر فايلر. نروح للاخبار، فايلر يذاكر درس النجم، اكيد يعني هو احنا برضو مش عايزين نملي او نرمي كل الاخطاء على الحكام، طبعا الحكم كان منتهى السوء، لكن اكيد في اخطاء فنيه ممكن الجهاز الفني يكون شايفها بمنظور مختلف احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها يعني. فبالتالي اكيد مستر فايلر بيذاكر مباراه النجم او هيختار التوقيت لدراسه هذه المباراه وكيفيه التعامل مع الاخطاء، هو اكيد من خلال متابعته للمباراه اصلا كمان من غير ما يدرس هو عارف الاخطاء ممكن تكون فين وهيعالجها ازاي. اغلاق ملف المباراه وحظر التصريحات ده عارفينه مفروغ منه، والتركيز على لقاء الكاس وده اللي احنا اتكلمنا فيه. نروح لخبر اخر، جريده المسا قالت ايه؟ قالت حذر في الاهلي من مفاجآت الكأس، لازم ده يبقى شيء موضوع في الاعتبار ان الكأس سمة من سماته دايما المفاجآت، لا قدر الله المفاجآت تحصل مع اي حد بس المهم ما تحصلش مع النادي الاهلي، يعني باذن الله الاهلي يكون موفق في مباراه بكره عشان احنا من اهداف الاساسيه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي بطوله الكأس برضه. طبعا مش بنفس اهميه بطوله دوري ابطال افريقيا عشان ابقى متفق معاكم يعني، والدوري لكن برضه بطوله، بطوله بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي المليء بالعديد والعديد من البطولات. فايلر طلب من لاعبيه الاهتمام بمباراه بني سويف ونسيان السباق الافريقي، وده طبيعي جدا، ولاعبي النادي الاهلي اكيد عارفين ازاي بيفصلوا ما بين مباراه فاتت ومباراه جايه. الجزئيه اللي جايه دي السويسري يبحث مع محسن صالح صفقات، او بحث هم كاتبين ان هو بحث كمان مع محسن صالح صفقات الشتاء، رسميا ما فيش اي كلام ما بين مستر فايلر والكابتن محسن صالح رئيس لجنه تخطيط للكره بالنادي الاهلي، لكن هيحصل خلال ساعات، والاقرب ان هيكون بعد مباراه الهلال، الاقرب ان الاجتماع بشكل رسمي هيبقى بعد مباراه الهلال السوداني اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه. الميعاد بالظبط هم بقى الناس المسؤولين في النادي الاهلي هم عارفين امتى الاجتماع، الوقت المناسب يكون ايه، الحديث هيكون فيه ازاي، يستقروا مستر فايلر يستقر على احتياجاته على اللاعبين اللي هيرحلوا عن النادي الاهلي، كل هذه الامور هيتم دراستها من خلال مستر فايلر وهيطلبها من خلال لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير كابتن محسن صالح. طيب نروح للوطن، وركز بقى معايا في اللي جاي ده لان هتلاقي الوطن بيقول لك ايه، فايلر يطالب الاهلي بسرعه ضم مدافع انبي اللي هو اسامه جلال، وهتلاقي خبر بعد هنروح له دلوقتي وسمعتوه معانا اللي هو بتاع الدستور ان فايلر يوصي بالتعاقد مع احمد حجازي، هنروح لهم واحده واحده. فالمهم يعني ان هم بيقولوا في الوطن ان فايلر خلاص طلب، هم طبعا دي معلومه هم مسؤولين عنها، لكن لسه فايلر رسميا ما طلبش مدافع ولا طلب مهاجم ولا طلب اي حاجه. هيبان الكلام ده خلال ايام عشان ابقى واضح مع حضراتكم، الكلام هيبان لما يحصل الاجتماع ما بين لجنه التخطيط للكره ومستر فايلر. اسامه جلال لاعب ممتاز، في اعجاب باللاعب، ما فيش حد مش معجب باسامه جلال في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس. مفاوضات رسميه ما فيش اي حاجه رسميه لحد دلوقتي. الجزئيه بقى اللي جايه دي مهمه قوي بالنسبه لي، محاولات لزياده الجماهير امام الهلال السوداني، احنا نفسنا في زياده كل فرد، يعني احنا المسموح بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الهلال
او في المباريات الافريقيه طبقا للاخبار اللي عرفناها قبل كده خلاص بشكل رسمي 10,000 مشجع اهلاوي هيكونوا في استاد السلام. احنا نفسنا يبقى اكتر من كده، هيبقى في محاولات من النادي الاهلي، اكيد هيبقى في محاولات من النادي الاهلي في حضور عدد اكبر يمكن يصل ل 30,000 مشجع. يا ريت يا ريت 30,000 في استاد السلام، ملعب مش كبير، ملعب صغير، يفرق قوي مع الفريق. مباراه الهلال السوداني مباراه صعبه جدا، مش هنتكلم عليها دلوقتي، نتكلم عليها بعد مباراه بني سويف، لكن الاهم ان المحاولات دي يا رب يا رب تنجح بالموافقه على حضور 30,000 مثلا او 20,000 او 15، اي عدد من جمهور النادي الاهلي اكيد هيفرق. يعني نصائح طبيه باراحه، احنا لسه مع خبر الوطن، نصائح طبيه باراحه ربيعه امام بني سويف. ربيعه كويس بالمناسبه وشارك في التدريبات بشكل طبيعي. سعد سمير يدخل حسابات المدير الفني، مش سعد بس، عدد من اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا خلال الفتره اللي فاتت، سعد كان مصاب ورجع والدنيا تمام بالنسبه له. والسويسري يحسم موقف البدلاء اليوم، واكيد هيستقر بعد مران اليوم على التشكيل بشكل اكبر في مباراه الغد امام بني سويف، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق فيها. نروح لخبر اخر، اليوم السابع، اليوم السابع قال لك ان لجنه الكره بالاهلي تبحث مع فايلر ازمه الجناح والديفندر للاستقرار على مهاجم لوزرن. طيب خلينا ناخد في الجزء الاول في الخبر، واللي بيقول لك ازمه الجناح والديفندر، وده استنتاج لزمايلنا في اليوم السابع، ان ممكن يكون الاهلي محتاج جناح وممكن الاهلي يكون محتاج ديفندر بعد اصابه حمدي فتحي. كلها استنتاجات، كلها قراءه للظروف اللي ممكن بيمر بيها النادي الاهلي او الفريق بالتحديد، تحليل يعني. فبناء على التحليل ده انا بستنتج، وممكن استنتاجي ده يطلع صح وممكن يطلع غلط، ان الاهلي محتاج ديفندر، الاهلي محتاج جناح، الكلام من ده. بيقول لك استقرار على مهاجم لوزرن السويسري إليكي، لو فاكرين حضراتكم بقى فتره في اخبار كتير جدا بتتكلم على إليكي النيجيري اللي بيلعب في لوزرن السويسري، ومفيش استقرار ولا حاجه خالص، لسه مفيش اي استقرار رسمي على اي لعيب. في اعجاب ببعض اللاعبين، طبعا في اعجاب ببعض اللاعبين، يعني الموافقه على عرض مارسيلو ده ممكن يكون منطقي شويه اللي بيكتب الخبر، يعني ممكن يفكر كده. ومارسيلو ما بيلعبش الفتره اللي فاتت، ومقيد محليا بس مش مقيد افريقيا في نفس الوقت، اللي انت عندك معلول ومحمود وحيد وايمن اشرف في نفس مكان حسين السيد، فبالتالي اللاعب اكيد اكيد بيبقى نفسه يلعب، اكيد هيفكر ان هو يشوف فرصه بره اعاره مثلا ولا حاجه يلعب شويه، ياخد دقايق اكبر في مكان اخر. فدار برده من ضمن الاستنتاجات الطبيعيه. لكن عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، علي معلول اتصاب، هيغيب الحمد لله فتره قليله، لكن انت مش ضامن الاصابات هيحصل الشهر ده، مش ضامن ايه اللي هيحصل فيه، لا قدر الله لا قدر الله ممكن ظروف تواجهك في المركز ده تبقى في اشد الحاجه لحسين السيد، تبقى في اشد الحاجه ليه، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. لكن رسميا لسه فيش برضو اي حاجه، وانا دايما بركز على كلمه رسميا لان احنا هنا بنتكلم بشكل رسمي بس. وحيد يجهود الجبهه اليسرى امام بني سويف، وده طبعا الاقرب يعني، لانه بعد اصابه علي معلول فانت هتعتمد على محمود وحيد في المكان ده. بالنسبه لك محمود وحيد وايمن اشرف ممكن تلعب بيهم في المكان ده، لكن مباراه الهلال اكيد هيلعبها محمود وحيد، لان ايمن اشرف هيكون موقوف بعد الطرد في المباراه اللي فاتت مع النجم الساحلي. الدستور بقى قالت لك ايه؟ فايلر يوصي بالتعاقد مع احمد حجازي. طبعا حضراتكم بقى احنا بنشوف مثلا الدستور مع احترامنا ليهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان فايلر بيوصي بالتعاقد مع حجازي. الوطن قالت لك ايه؟ فايلر بيوصي بالتعاقد مع اسامه جلال. فطالما بتلاقي كل واحد بيقول اسم فتاكد ان لسه فيش اي حاجه رسمي للنادي الاهلي سواء في اتجاه ده ولا في اتجاه ده. ده طبيعي بقى خلاص، يعني نقدر نقرا احنا ونقيم كده الدنيا. فبالتالي حجازي يا ريت يجي الاهلي، مين ما يتمناش حجازي في الاهلي. فايلر بيوصي بحجازي بالذات ما اعتقدش، بيوصي في الدفاع ما اعرفش مش هينفع اقول ولا لا، لان برضو احنا بنتكلم بصيغه رسميه، بنتكلم بالكلام الرسمي. ظهور بدلاء الاهلي امام بني سويف حتى لو نعرف مش هينفع، وتجهيز ابراهيم تمام. ظهور الاهلي البدلاء ده اكيد هيبقى شيء طبيعي، وتجهيز ياسر ابراهيم ايضا هيبقى شيء اكيد. انت مش بتجهز ياسر ابراهيم بس، انت بتجهز كل اللاعبين عشان كله يبقى متاح بالنسبه لك في المباريات القادمه كلها، عشان تقدر تتحكم في الامور الخططيه الخاصه بالجهاز الفني. طيب نروح لروز اليوسف، هل يضم الاهلي سفاح مازيمبي؟ قصدهم على موليكا طبعا اللي توهج زي ما هم كاتبين كده،
خلال الفترة اللي فاتت هو بيتوهج، مش بس في مباراة الزمالك يعني عشان محدش يفهمنا غلط، الراجل جاب جونين في ماتش الزمالك من الثلاث أهداف في المباراة اللي كانت أول امبارح في دوري أبطال أفريقيا، وتألق اللاعب هم بيقولوا في روزا اليوسف يعني تألق اللاعب ده ممكن يخلي الأهلي يفكر يفتح ملف التفاوض معاه مرة أخرى. وبالمناسبة يعني فريق مازيمبي صعب يتخلى عن لاعبين، الناس هناك مش محتاجين فلوس، رئيس النادي ما شاء الله يعني وبيدي مرتبات كبيرة جدا للاعبيه، فعشان كده هم ما بيفكروش او ما بيحاولوش ان هم يخرجوا ويروحوا اي نادي اخر خارج مازيمبي يعني. فلو الاهلي فكر في كده الموضوع مش هيبقى سهل اطلاقا، لكن هو لعيب كويس، هو لعيب كويس جدا، الناس شافته بشكل اكبر في مباراه الزمالك في الحقيقه اللي جاب فيها هدفين. فعموما هنشوف، هو الراجل لعب 9 ماتشات في الدوري هناك في الكونغو، جايب 7 اهداف وجاب جونين في دوري ابطال افريقيا امام الزمالك يعني، لكن هو لعيب مميز بصراحه. طيب نروح للاهرام المسائي. الأهرام المسائي بتقول إن الأهلي بين مابولو وبولولو، دول 2 لعيبة من أنجولا جنسيتهم أنجوليين يعني، واحد بيلعب اللي هو مابولو ده بيلعب في أول أغسطس، إحنا بقى نفكر مع بعض كده بالعقل، بيلعب في أول أغسطس الأنجولي وهو مهاجم أساسي للمنتخب الأنجولي ولاعيب مميز جدا مابولو ده، لكن سؤال هنا، هل الأهلي هيفكر إنه يتعاقد مع لاعب مقيد في القائمة الأفريقية لنادي آخر وما استفادش بيه في دوري أبطال أفريقيا؟ ما أعتقدش، فدي نستبعدها شوية. هتقول لي ما السنة اللي فاتت حصلت مع جيرالدو، هقول لك الحالة مختلفة، السنة اللي فاتت غير السنة دي. فأنا ما أعتقدش مابولو، تمام؟ نروح لبولولو، تمام؟ لاعب فريق بازل السويسري. لعيب جيد وبيلعب في بازل، هو مش أساسي مع منتخب أنجولا، لكن ممكن يكون من ضمن الأسماء المطروحة. اللي جاي بقى بالنسبة لي مهم جدا وبالنسبة أكيد لحضراتكم، وبيقول لك إن الأنجوليان في خطة فايلر لمنع كهربا. خلينا نقول لحضراتكم، كهربا لو جه النادي الأهلي هيبقى باقتناع تام من المدير الفني، عشان ممكن البعض بيتكلم في الجزئية دي إن المدير الفني مش راضي وإن الإدارة هي اللي متمسكة وكلام، مفيش كده في الأهلي، مفيش كده في الأهلي. لو كهربا جه رسمي للنادي الأهلي هيكون بعد اقتناع تام من مستر ريني فايلر، شيء مفروغ منه وشيء مؤكد، فمفيش محاولات ان مستر فايلر بيحاول يعني ما يجيبش كهربا، لا طبعا مفيش الكلام ده. لو فايلر مش عايز كهربا قال لهم يا جماعه انا مش عايز الراجل ده، هاتوا لي حد تاني مكانه، تمام؟ لكن كلها بتبقى استنتاجات تحترم من زمايلنا الصحفيين، لكن موضوع ان يبقى حد مكان حد او بحاول ان انا امنع صفقه معينه باثنين معينين الكلام ده مش حقيقي، وان ازارو وجيرالدو مصدر تهديد عشان يعني الاهلي عايز يسوقهم، برضو الاهلي مش بيحاول ان هو يسوق حد، الاهلي بيحاول ان هو يستفيد من كل لعيب متواجد في قائمه فريقه. بس دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع نشوفها. يلا سوبر كوره، النجم يعيد مناقشات ملف صفقات الأهلي لنقطة الصفر. الوطن سبورت، فايلر يرفض لائحة المكافآت والعقوبات في الأهلي. فيتو، الأهلي يحكم معلول بالبلازما ضمن برنامجه العلاجي. اليوم السابع، محمود متولي يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم. 1-3 الجبلية تقرر استطلاع رأي الأهلي في الاستبدال. سوبر كورة اتكلمت عن النادي الأهلي أو موقع قال إيه النهاردة عن النادي الأهلي، قال لك النجم مباراة النجم تعيد المناقشات في ملف صفقات الأهلي لنقطة الصفر. لا خالص يعني مش كده، هو الاهلي او المدير الفني بتحديد مستر فايلر اكيد ما يحدد احتياجاته بغض النظر عن هزيمه مباراه النجم اللي كان ليها ظروف خاصه، وكل الامور دي اكيد دارسها الراجل وعارف هو عايز ايه بالظبط، موضوع ما يعيدش يعني. ممكن اصابات، لو اصابه مثلا معينه مؤثره وبتاع ممكن تخليك تفكر في المكان ده تدعم فيه، لكن بسبب مباراه لا. الوطن سبورت، فايلر يرفض لائحة المكافئات والعقوبات في الأهلي، الموضوع ده خاص بالجهاز الفني والإداري في النادي الأهلي يعني، هم أدرى بيه يعني، لكن هو في لائحة للعقوبات والمكافئات في النادي هم بيتصرفوا فيها، والأهلي ما بيهزرش في الأمور دي يعني في الحقيقة يعني، ده شيء مهم جدا بالنسبة للاعبين يعني. نروح لفيتو،
مش هنعلق يعني خبر الوطن ده، الوطن سبورت ده، ده بتاع حاجه تخص الجهاز الفني. فيتو بيقول لك ايه، الاهلي يحقن معلول بالبلازما ضمن برنامجه العلاجي، واحنا عارفين معلول عنده اصابه في العضله الضمه، شد خفيف ان شاء الله باذن الله. حقن البلازما ده بيبقى من ضمن البرنامج العلاجي يعني بالنسبه للاعب. اليوم السابع محمود متولي يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم. محمود متولي بيغيب لفترة كبيرة بسبب المزق في العضلة الخلفية في مباراة الزمالك في كأس السوبر 3-2، فهو ماشي بشكل كويس في برنامجه العلاجي، تدريبات تأهيلية في الجيم في إطار هذا البرنامج يعني، وإن شاء الله يعود سريعا. 1-3 الجبلية تقرر استطلاع رأي الأهلي في الاستبدال. احنا عارفين إن في مجموعة من الأندية بتحاول إن هي تفتح ملف الاستبدال وإن هي تزود عدد اللاعبين اللي يتم استبدالهم، بسبب ان كان في، واحنا شرحنا لحضراتكم قبل كده واكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده، كان في لائحه مع بدايه الموسم ان انت ليك 5 لاعبين تقدر تستبدلهم على مدار الموسم. في بعض الانديه بعد ما ايدت ال 30 لعيب استبدلوا 5، وفي البعض استبدل 4، والبعض استبدل 3 زي نادي الاهلي. فواضح كده من الخبر ده ان في ضغوط على الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه يعني بخصوص ملف الاستبدال، وان اللجنه الخماسيه هيستطلعوا راي النادي الاهلي في مدى موافقته على هذه الجزئيه. اخر حاجه نعرفها من خلال تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ وبعض المسؤولين في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيرفض التعديل في اللائحه علشان تحافظ على المسابقه وعشان يبقى في تكافؤ للفرص وعشان كل هذه الامور اللي احنا بنحاول نفعلها في الدوري المصري في الحقيقه، وبتتفعلش او لو بتتفعل بتتفعل ببطء. لكن هنشوف، انا في اعتقادي الشخصي ان الاهلي هيرفض طبعا لو تم استطلاع رايه في هذه الجزئيه. أخبار محلية وعالمية نشوفها، يلا. الفجر الرياضي، مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل. موقع الكابتن، اتحاد الكرة يطالب الأندية بتقديم مقترحاتها لتعديل لائحة النظام الأساسي. اليوم السابع، الأندية تطالب اتحاد الكرة بإرسال اللائحة المالية لكأس مصر. سوبر كورة، عقبة جديدة تهدد تطبيق تقنية الفار في الدوري هذا الموسم. الجمهورية أونلاين، تعرف على سر تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني بأبطال إفريقيا. بوابة بيتو، بعثة منتخب الشباب تعود اليوم من تونس بعد المشاركة ببطولة شمال إفريقيا. البوابة سبورت، عمرو فهمي للبوابة نيوز، السودان وإثيوبيا بداية الانطلاق لرئاسة كاف. بوابة أخبار اليوم، تسريبات بالون دور، ميسي الملك وصلاح ثالثا ورونالدو غائب لأول مرة منذ 8 سنوات. موقع بطولات، تقارير، كلوب يدرس إراحة محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي ميرسي سايد. بوابة الوفد، سون هيونغ مين يتوج بجائزة أفضل لاعب محترف خارج آسيا لعام 2019. نبتدي بالفجر الرياضي واللي بيقول إن هيبقى فيه مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل، والمعسكر ده هيكون في شهر 3، والمعسكر ده هيكون خاص ب أول مباراة في تصفيات كأس العالم اللي هيكون فيه قرعة في شهر 1 يوم 21/1 على ما اتذكر بخصوص التصفيات دي. فالبعض دلوقتي بيتكلم بيقول لك ايه ان هيبقى في تغييرات ومفاجات وكمان، لسه بدري، شهر 3 لسه ناقص عليه 4 شهور، احنا في اول 12/1/2/3 عندك 4 شهور، فلسه بدري. لكن هم بيقولوا ايه، بيقول لك هيبقى مصطفى محمد مكان احمد حسن كوكا واسامه جلال بدل من محمود علاء. يعني فين، ما اعتقدش ان في مفاجات في كده يعني. طبعا لاعبي المنتخب الاولمبي عملوا بطوله كويسه جدا، لاعبين مميزين اكيد هيكون في حسابات الكابتن حسام البدري طبقا لمستواهم على مدار الفتره المقبله. وهو في المقابل محمود علاء لاعب مميز طبعا في نادي الزمالك، احمد حسن كوكا ممكن ما يكونش موفق مع المنتخب، كل حسابات طبعا في ذهن الكابتن حسام البدري، هو ادرى بكل شيء ونتمنى له كل التوفيق. موقع الكابتن قال ايه، اتحاد الكرة يطالب الأندية بتقديم مقترحاتها لتعديل لائحة النظام الأساسي. في يعني اتجاه في اتحاد الكرة ان يبقى في تعديل في لائحة النظام الأساسي، واتجاه عند أعضاء الجمعية العمومية في الحقيقة يعني، عشان يتم، وده على فكرة طلب من الفيفا وتكليف من الفيفا للجنة الخماسية الحالية من ضمن التكليفات اللي هم مكلفين بها من ساعة ما جم على مدار سنة كاملة كمان قدام لغاية شهر 8، ان هم يعدلوا لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد ويبقى في جمعية عمومية يتم التصويت فيها على هذه اللائحة. فالاتحاد
كمان من ضمن الامور المهمه ان اللجنه الخمسيه عايزه تقلص عدد اعضاء الجمعيه العموميه من 222 ل 150، هم ماشيين في هذه الامور يعني. لكن الخبر بيقول ان الانديه هتقدم مقترحاتها للاتحاد الكره عشان يشوفوا بقى يعملوا لائحه نهائيه، لائحه للنظام الاساسي، ويبقى في تصويت عليها. نتمنى لهم كل التوفيق. اليوم السابع الانديه تطالب اتحاد الكره بارسال اللائحه الماليه لكاس مصر، بتحديد انديه القسمين الثاني والثالث، عشان يبقوا عارفين هم خلاص وصلوا مثلا دور 32. دلوقتي المكافئات بتبقى ايه في حاله التاهل؟ اللائحه الماليه يعني بتاعت كاس مصر المفروض تبقى موجوده عندهم بالكامل، فهم طلبوا يعني الجزئيه دي من اتحاد الكره. طيب نروح لسوبر كوره. سوبر كوره، طيب في خبر مهم بس الاول، ارجع لي كده يا بيبو بعد اذنك. طيب خبر بيقول لك الحبس 3 أشهر والغرامه للمتجاوز في حق الخطيب ومجلس اداره الاهلي. لو الخبر بيقول ايه، قضت محكمه الجنح برئاسه المستشار رامي منصور بحبس احد الاشخاص ويدعى جهاد محمد نصر الدين الغزالي لمده 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وكفالة 10,000 جنيه وتغريمه 15,000 جنيه و10,000 جنيه تعويضا، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة بتهمة سب وقصف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وتعرض لسمعة أسرته وتناول أعضاء مجلس إدارة النادي بالسب والشتم بعبارات مسيئة. يعني ده خبر مهم في الحقيقة، الخبر ده مهم جدا، مش مهم بس ليه بقى؟ لأن احنا الفترة اللي فاتت شفنا، واكيد حضراتكم طبعا عارفين يعني، شفنا تجاوزات كبيره جدا في حق الكابتن محمود الخطيب في حق مجلس اداره النادي الاهلي، وكنا بنقول لحضراتكم دايما في التوقيت ده النادي الاهلي بيسلك الطرق القانونيه دايما. حد جه عليا، حد جه على حقي، انا بمشي قانوني، ما بطلعش ارد، ما بطلعش اشتم، ما بطلعش اتجاوز، الكلام ده مش اسلوب النادي الاهلي. ففي كل الاحوال ده خبر مهم جدا، لان ده هيخلي البعض اللي ممكن يكون بيفكر ان هو برضه يأمر يمشي بهذا السياق او بهذه الطريقه السيئه جدا، ان هو يفكر 1000 مرة قبل ما يطلع يشتم وقبل ما يطلع يزعق وكلام من ده في القنوات او في اي حاجه او في اي وسيله من الوسائل الاعلاميه يعني، ويقول الكلام مش مظبوط وكلام كذب ومعلومات خاطئه بكل الاشكال في الحقيقه. فبالتالي خبر مهم جدا، وان شاء الله باذن الله ده يكون بدايه في التعامل مع بعض الشخصيات اللي ممكن تكون بتتجاوز في حق النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. وبالمناسبه احنا عايزين اي نادي او اي شخصيه في مصر دايما يمشي قانوني، لو حد تجاوز في حقك احنا مش هنتكلم بقى هنا على الخبر طبعا بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، لكن الكلام لو حصل من اي شخصيه مع شخصيه اخرى من خلال التجاوز وكلام من ده امشي قانوني واكيد حقك هيجي لك يعني. ده شيء مهم جدا. طيب نكمل اخبارنا. احنا وقفنا عند خبر ايه يا جماعه؟ فكروني. روح سوبر كور. عقبه جديده تهدد تطبيق تقنيه الفار في الدوري هذا الموسم. احنا عارفين ان في مجهودات كبيره جدا من اللجنه الخماسيه في الاتحاد المصري لكره القدم على في اطار طبعا تطبيق تقنيه الفار بدايه من الدور الثاني. هم بيحاولوا بكل الطرق ان هم يحاولوا ان شاء الله يطبقوا التقنيه دي في الدور الثاني، لكن في منظمه الايفاب ودي جهه تابعه طبعا للاتحاد الدولي ومسؤوله عن تطبيق كل ما يخص قوانين كرة القدم، ودي أوصت بإيه؟ أوصت بزيادة عدد ساعات التدريب لحكام الفيديو. هم كانوا عايزين يعملوا، اتحاد الكرة كان بيفكر يعني أنت بتمرن الحكام على تقنية الفيديو وتعمل ساعات مضغوطة، عدد ساعات كبير في وقت قليل، لكن منظمة أو جهة الإيفاب دي أو منظمة الإيفاب قالت لك لا ما ينفعش، لازم يبقى في عدد ساعات معين بطريقة فيها أريحية عشان يبقى في استيعاب كامل لكيفية استخدام تقنية الفيديو. مش عارف الامور هتمشي ازاي، بس نتمنى طبعا مع بدايه الدور الثاني الموضوع يحصل، يعني يبقى في اي محاولات من اللجنه الخماسيه مع منظمه الايفاب ويشوفوا الحل ايه، عشان مهمه قوي يكون الفار موجود في مصر زي ما شفناه في المغرب كده. نروح للجمهوريه اونلاين. بتقول لك تعرف على سر تغيير حكم مباراه الاهلي والهلال السوداني بابطال افريقيا. الحكم كان المفروض الحكم الجزائري مصطفى غربال هو المدير او هو الحكم الساحه بالنسبه لمباراه الاهلي والهلال السوداني يوم الجمعه اللي جاي. الحكم ده اللي هو مصطفى غربال ده هيروح كاس العالم للانديه اللي هتنطلق في منتصف الشهر، فبالتالي الموضوع مش هيكون سانح بالنسبه له ان هو يحضر هذه المباراه، فتم
استبداله بالحكم لحلو بن ابراهيم، ده ايضا من الجزائر، وده اللي هيكون بيدير مباراه الاهلي والهلال السوداني. بوابه فيتو بعثت منتخب الشباب تعود اليوم من تونس بعد المشاركه في بطوله شمال افريقيا، وهي كانت بطوله وديه، وبيستعد من خلالها منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين للتصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه للشباب بموريتانيا، واللي هتقام في 2021. فبالتالي هم لعبوا بعض المباريات هناك في تونس، كسبوا مباراه او كسبوا مباراتين، كسبوا الجزائر والمغرب وتعادلوا مع بوركينا وخسروا من تونس. مصر احتلت المركز الثاني بعد تونس، والمركز الثالث كان الجزائر، والمركز الرابع المغرب. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. عايز اروح لمداخله مهمه جدا مع الدكتور عادل كريم، المحلل الفني والناقد الرياضي. يا دكتور مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. مبسوط انت بليفربول طبعا الفتره دي قوي؟ ها الاتحاد الفتره اللي فاتت كانت الدنيا مضغوطه شويه. قرب ليفربول؟ قرب ياخد الدوري؟ يا رب. لا لسه بدري قوي. لسه بدري، بس مانشستر سيتي بعدت شويه، يعني الفرق دلوقتي بقى ايه؟ 11 نقطه تقريبا. 11 بس وعندك ليستر سيتي. مش مركزين في ليستر، يا ليستر موجود. ما لسه بقول لك ليستر موجوده في البطوله في الحقيقه، وعاملين ماتشات كويسه جدا جدا في بصراحه يعني. بالظبط، والحقيقه والله الواحد يعني مش عايز اقول لك اتعاطف معاهم، بس هم لا هي فرقه بصراحه تستحق الاحترام جدا اللي هم عاملينه. انا عايز بس قبل ما اخش في الكلام ابارك لك على الجائزه طبعا، انا يعني بشكرك طبعا، بس يعني طبعا حاجه مستحقه جدا، ويعني ربنا دايما يديم التوفيق عليك يا رب. بشكرك، شكرا جزيلا يا دكتور في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال نتمنى ليفربول محمد صلاح كل التوفيق طبعا، فوز بطوله الدوري، هم قريبين ان شاء الله السنه دي ويستاهلوا زي ما انت قلت، لان عملوا موسم السنه اللي فاتت كان موسم رائع جدا في الحقيقه. لكن عايز اتكلم معاك في حدث البالون دور، وحدث مهم جدا النهارده، وطبقا للتسريبات الكثيره اللي خرجت على مدار الايام اللي فاتت. في الاول عايز اتكلم على اهميه هذا الحدث وتوقعاتك للي يتوج بالكره الذهبيه، خصوصا بعد مباراه امبارح اتلتيكو مدريد وبرشلونه واللي عمله ميسي يعني. هي طبعا طبعا مش رايح، مش هيفرق في حاجه، لان طب انا عارف انا عارف، بس كقدرات لعيب يعني، لعيب بيثبت كل يوم هو عامل ازاي. مش لعيب، هو مش بشري، مش طبيعي يعني. مش بني لا طبعا يعني هي البالون دور اكيد جايزه مهمه جدا يعني. هي كانت هي الاساس طبعا طول عمرها، من ساعه ما فرانس فودر عملتها من الخمسينات كمان. بعد كده ظهرت جائزه طبعا الفيفا اللي هي الافضل، ثم اندمجت الجائزتين مع بعض حوالي 6 سنين، وبعد كده رجع تاني انفصلوا واصبح كل حاجه جايه موجوده جائزه بتاعتها لوحدها. ثم يمكن الاتحاد الاوروبي من 2012 عمل جائزه مستقله، لكن الاتحاد الاوروبي بتكون لافضل لاعب في الموسم الاوروبي او موسم الانديه الاوروبي. جائزه البالون دور والفيفا طبعا ده احسن لاعب في العالم على السنه كلها. اعتقد لكن تفضل برضه البالون دور ليها رونقها، يمكن البعض حتى بيعتبرها اهم من جائزه الفيفا، لان الفيفا بيدخل فيها تصويت الكباتن والمدربين فبيخش فيها بعض الاهواء شويه. البالون دور يمكن بتكون بتصويت صحفيين من كل انحاء العالم. واحنا عندنا طبعا استاذتنا ايناس مظهر يعني بقى لها حوالي يمكن 15 سنه موجوده في التصويت، ودي حاجه تشرفنا طبعا جدا. اكيد هتدي صوتها لصلاح ولا هيحصل زي جائزه ذا بيست؟ لا 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 انا مش يعني مش محل ان انا اقول يعني، قالت لي بس طبعا. ما انا فاهم انا فاهم. لا لا السنه اللي فاتت بنت صلاح ولا بلد صلاح، فيعني ان شاء الله. بس اعتقد يمكن زي ما انت قلت الكلام يمكن في العالم كله دلوقتي ان الجائزه يمكن اتعرفت، او يعني اتقال حتى ان هم راحوا صوروا مع ميسي كمان، هو بالزبط. هو المرشح الابرز يعني. هو يمكن هي كان هو وفان دايك ورونالدو زي ما كانت برضه في دابيس، وزي ما كانوا في الاتحاد الاوروبي. لكن يمكن النهارده حتى انتشر فيديو كده لفان دايك نفسه بعد نهائي دوري الابطال، وحد بيساله بيقول انت كده اصبحت المرشح الاول للبالون دور، فقال له لا ميسي طول ما هو بيلعب هو مرشح البالون دور. يعني لو كسبتها مش هرفض يعني، هبقى مبسوط طبعا، هبقى فرحان جدا، لكن انا شخصيا شايف ان ميسي هو الاحق بالبالون دور حتى لو كان ما خدش دوري الابطال السنه دي. طيب الجائزه الاهم، الجائزه الاهم هل هي ذا بيست ولا البالون دور يا دكتور؟ لا زي ما كنت لسه بقول لك، لا اعتقد يعني اغلب المهتمين بالكوره بيعتبروا البالون دور اهم. البالون دور هي اقدم، وفكره التصويت فيها بيبقى يمكن نسبه العداله فيه اعلى شويه. فاعتقد هي الاهم هي البالون دور فعلا. طيب تتوقع ان التسريبات دي تكون حقيقيه؟ وهي ليه اصلا بتحصل التسريبات دي برضه؟ هل التسريبات دي بتقلل من قيمه الجائزه؟ هي فعلا حاجه غريبه بقى يعني. كانش يعني انا لسه بقول لك البالون دور يمكن من سنه 56 او 57 موجوده، ما حصلش التسريبات دي غير في اخر سنتين ثلاثه بس يعني. اعتقد بيبقى بعض العاملين هم اللي بيعملوا كده، لان هو زي ما بقول لك هي تصويت، فاللي بيستقبل الاصوات وكده بيبقى عارف الترتيب وعارف الدنيا عامله ازاي، فالبعض بيسرب الحاجات، لكن في بعض الاحيان بتبقى تسريبات مش صحيحه يعني. على فكره يعني اعتقد السنه اللي فاتت قالوا كريستيانو رونالدو وبعد كده طلع مودريتش هو اللي كسب. يعني ممكن التسريبات ما تبقاش صح اصلا
حتى لو بصوره يعني ساعات بتبقى مش صحيحه بالظبط، ساعات بتبقى مش صحيحه، لكن يمكن الناس كلها متوقعه ان ميسي يمكن هو الاقرب بصوره كبيره جدا، وان ممكن يبقى فان دايك في المركز الثاني. امبارح طلع تصريح كده ان محمد صلاح في المركز الثالث، اتمنى ان يبقى اتمنى طبعا تبقى حاجه كويسه جدا. طبعا طبعا يعني تتوقع ده يكون صح؟ مش هيحضر مش عارف مش عارف بصراحه يبقى صح ولا لا، بس اتمنى زي ما بقول لك ان حاجه كويسه جدا ودفع معنويات كبيره جدا دي. زي ما بقول لك الاول النهارده قال يمكن اتقال ان هو مش هيحضر، وكريستيانو برده مش هيحضر، ده المعتاد كريستيانو ما بيسافرش وبيحضر. يبقى ميسي خلاص كده نبارك له بقى. هي لا هو بس فان دايك هيبقى موجود بالظبط. طيب بمناسبه محمد صلاح، بتقيم موسم محمد صلاح حتى الان ازاي يا دكتور؟ انا شايفه جيد يعني مش زي الموسمين اللي فاتوا، يعني اكيد الموسمين اللي فاتوا كانوا افضل كتير، لكن لسه احنا لسه بدري، احنا لسه في اول ديسمبر. الفتره اللي جايه هتبقى فيها ضغطه كبيره جدا كالعاده في الدوري الانجليزي، فتره كريسمس وبدايه السنه، ده هيأثر كتير او ده هيبين كتير الموسم بتاع صلاح. يمكن زي ما بقول لك مش زي السنتين اللي فاتوا، لكن اكيد نحط في اعتبارنا برضو ان صلاح لما راح من روما مش صلاح دلوقتي يعني. بالظبط صح، يعني صلاح لما راح من روما كان لعيب الناس حتى بتقول ازاي ليفربول يدفع كل ده، انما دلوقتي صلاح واحد من احسن ثلاث لعيبه في العالم طبعا، فاكيد الرقابه عليه مختلفه، اكيد طريقته مختلفه. هو برضه انا شايف انه يعني محمل نفسه زياده شويه، انه عايز على طول يسجل اهداف من كل الاوضاع. انا شايف ان هو لازم يهدى شويه، مركز اكتر على تسجيل الاهداف. بالظبط بالظبط، يعني يركز اكتر على انه يلعب لعبه العادي، والاهداف هتيجي يعني. صح زي ما كان بيعمل بالظبط كده، بالظبط زي ما حصل اول سنه، يعني اول سنه كانت ما شاء الله كل حاجه ماشيه صح. هو يعني نتمنى له الدنيا تمشي يعني معاه، يلعب لعبك العادي هتيجي لوحدها يعني. واعتقد يعني ان شاء الله لو ربنا اراد وليفربول قدر يحقق الدوري السنه دي، لصلاح هيبقى في حته ثانيه خالص عند جمهور ليفربول يعني. اكيد اكيد صح، هيساهم بشكل كبير هو وماني وفيرمينيو، اكيد هيبقى ليهم دور كبير جدا بالزبط. في البطوله يا دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. دكتور عادل كريم المحلل الرياضي موقع في الجول، واتكلم معانا بخصوص جائزه البالون دور وكمان على الدوري الانجليزي وليفربول ومحمد صلاح. هنروح لفاصل يا جماعه، نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير للحديث في بعض الامور الهامه محليا وعالميا، استنونا. بينورنا وشرفنا في الاستوديو الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ محسن اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام زي الفل الحمد لله. عندنا بعض الامور هنتكلم فيها كالعاده، ونبتدي بالنادي الاهلي، واللي على مدار الايام السابقه كان عنده مباراتين، مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي، وعنده مباراه اخرى بكره، بس انا تحديدا عايز اتكلم معاك على مباراه النجم الساحلي والبطوله، بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل عام. رؤيتك لمباراة الأهلي والنجم الساحلي والأخطاء التحكيمية والتعامل مع هذا الملف ازاي من قبل الكاف، كل هذه الأمور الكريمة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أقول لك إن يمكن من المرات القليلة جدا النادي الأهلي بيبقى مغلوب وجمهوره راضي عنه فعلا، يعني حتى فعلا. مش جمهور راضي، أنا مش عايز أقول كمان الجمهور عنده ثقة إن الأهلي مثلا هو اللي ياخد البطولة، يعني الثقة تصل إن الأهلي هو اللي هيحصد اللقب رغم إن هو اتغلب أول مباراة. لما تشوف الثقة دي جاية منين، هقول لحضرتك إن هي قبل المباراة، أحداث قبل المباراة الناس كلها مرشحة النادي الأهلي للفوز لعدة أسباب. أول إن الأهلي بسم الله ما شاء الله في أوج تألقه في الفترة الأخيرة، الفريق شبه متكامل طبعا الا من بعض الاصابات. في المقابل نادي النجم مش على نفس المستوى، النجم بيعاني من او كان بيعاني من بعض العثرات كده، حتى على مستوى الجهاز الفني كان لسه خوان كارلوس جاريدو لسه متولي المسؤوليه، دوب كانت ماتش الاهلي تاني مباراه لانه كان لعب ضد اتحاد بن جردان في الدوري والتعادل 1-1، حتى ترتيبه يمكن في الدوري الرابع او الخامس حاجه كده، بعكس النادي الاهلي متربع على القمه بعروض واداء ونتائج زي ما احنا عارفين. كمان اقامته المباراه على ملعب رادس بتفرق كتير جدا عن اقامتها في ملعب سوسه. ملعب سوسه ملعب ضيق دايما، بيدي افضليه للنجم على كل خصومه طبعا، انه ما بيدلاش اريحيه، بعكس ملعب رادس بصراحه درة ملعب افريقيا، ملعب رائع جدا زي استاد القاهره، زي بعض زي مركب محمد الخامس في الضربه، زي ملعب جوهانسبرغ، فبيدي لك اريحيه. كل الامور دي او كل العوامل دي رجحت كفه النادي الاهلي، لكن ما حدث في المباراه طبعا هو اللي الظروف هي اللي هزمت الاهلي، خلينا اختار الظروف هزمت الاهلي. الظروف يعني انت في اول ربع ساعه بيجي لك طرد مش 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 صحيح، اكيد لازم الطرد حتى في حد ذاته بيمنح المنافس افضليه معنويه اكيد، وانت خلاص بتضطر تعدل صفه، بدل انت خرجت مثلا وليد سليمان ورحت اللي هو كان نجم
قبل المباراه دي بالهاتريك اللي جابه في الجونه وانت رايح طبعا بتعول عليه. خلاص خرجته بتشارك محمد هاني والامور الفنيه اللي احنا كلنا عارفينها دي في حد ذاتها ادت افضليه معنويه للمنافس عليك انت اللي هو طبعا متسلح بعنصر الجمهور، مش هقول الارض لان الارض انا ما اقدرش اقول العب رادس الاهلي يجيد اللعب فيه ولا يخشى اللعب خارج القاهره دي. أكيد. كمان انت ما تشوف احداث المباراه ان الحكم عنده خطا، مش هتكلم في حته الطرد لكن ضعف شخصيته سمح للمباراه بالتوتر. يعني هو سمح بمثلا بانفعالات ما بين علي معلول بعض لعيبه النجم، استفزازات من بعض لعيبه النجم الجونيور اجاي تحديدا وعلي معلول تحديدا للاثنين دول، ان الاثنين كانوا بيلعبوا في الصفاقس التونسي والصفاقس وبينه وبين النجم منافسه يعني قويه جدا طبعا اقصد على ارض الملعب، فدايما العلاقات فيهم متوتره شويه فعشان كده كان باين جدا ده بان اكتر، كان استفزوا فعلا عرفوا يستفزوا جنرال اجاي وكان ممكن يحصل على الكارت الثاني وكان ممكن يخرج. كلنا شفنا علي معلول الدنيا مشيت زي ما قالوا انه تونسي. ضعف شخصيه الحكم هي اللي سمحت بده، وهو لو كان حد او كان يعني كان قوي عن كده ما كانتش الامور وصلت لهذا الحد. طبعا معظم القرارات بتاعته العكسيه واعتراضات لعيبه الاهلي ولاعيبه النجم هو اللي ادى لكده. كمان هتلاقي النقطه الميزه اللي في صالح النادي لما نشوف الشوط الثاني، انت فريق مغلوب 1-0 بدا الشوط الثاني بهدف ياسين الشيخاوي، خلاص العمليه مفتوحه بقى ان انت تقدر تسجل ثاني وثالث، خلاص الظروف خلاص خدمت النجم. لكن العكس هو اللي حصل، انت فريق بيلعب بكامل صفوفه وانت بلغه الكره انت زنقه في قدام منطقه جزائه وجمهور عمال يصفر طوال الشوط الثاني. بكل امان النادي الاهلي ما كانش يستحق الهزيمه في المباراه دي على اقل تقدير، ما كانش يستحق الهزيمه بحسب سير المباراه، يستحق التعادل على اقل تقدير ان لم يكن الفوز، ولكن هي ظروف المباراه هي اللي ما خدمتش معاه، اصابه واحد زي علي معلول وخروجه بالظبط، طرد ايمن اشرف اللي خلى هو عدل خطته، دي الامور دي هزت يعني اثرت على النادي الاهلي بالسلب. لكن طبعا كل ده ملوش اي معنى لان في النهايه النادي الاهلي خسر ثلاث نقط، كويس ان هي مباراه مش المباراه اللي هي الحاسمه بالزبط. اللي هو ذهاب وعوده، لكن الاهلي عنده مواجهه للاسف هتبقى صعبه جدا مع النادي الهلال السوداني. ليه صعبه؟ لان الهلال بعيد بقاله فتره عن بطوله تحديد دوري الابطال، بعيد عنه شويه، بيعود وبيكسب على ارضه فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ده بيديله افضليه يمكن لاول مره الفريق بالمناسبه كله من لعيبه محليين، حتى يمكن الحارس اوغندي فريق الهلال فريق الهلال كله لعيبه محليه سودانيين، حتى بصالح احمد اللي هو المدير الفني. كمان هم عندهم يمكن حارس المرمى اوغندي لكنه ايضا يحمل الجنسيه السودانيه، فما اقدرش اقول عليه ان هو اجنبي، فهو مجموعه من المحليين. طبعا الفوز في حد ذاته بيديله بيخليه يتمسك بالامل، لان على الورق لما تشوف المجموعه دي تحديدا تقول الاهلي والنجم على الورق، لكن انت معاهم الهلال طبعا او كده، لكن انت خلاص فزت وعندك المباراه الثانيه اللي هي بالنسبه للنادي الاهلي مصيريه وليست لنادي الاهلي. بالنسبه للنادي الاهلي عشان خسر الماتش الاولاني بالظبط، انا شايف النادي الاهلي في طريق مفتوح للتاهل اذا مشي بالمنطق. بمعنى ايه؟ انت عندك ماتشين الجوله الثانيه والجوله الثالثه على ارضك، طبيعي جدا تكسب وتكسب الست نقط، لا بل بالعكس كمان الجوله الرابعه والجوله الخامسه كمان. ليه الجوله الرابعه؟ الجوله الرابعه هي مع المنافس اللي هو انت بتاخد الجوله الثالثه والجوله الرابعه اللي هو بلاتينيو، هيكون خلص هو خسر اول ماتش لما انت ما اعرفش هيعمل ايه مع النجم ايا كان، لما انت تكسبه في الجوله الثالثه خلاص انت اضعفت امله، تروح تتعادل معاه او تكسبه في الجوله الرابعه وبيجي لك النجم في المباراه اللي في الجوله الخامسه، بتكون الامور بالنسبه لك يعني مهيئه جدا حسب مش خالص مفيش اي كلام من ده. حتى المباراه اللي تبدو صعبه خلاص، لان انت عندك اصعب مباراتين في المجموعات، مباراه النجم في تونس خلصت خلاص، ومباراه الهلال في السودان، ودي هتكون اخر جوله، هتكون انت عارف انت محتاج منها ايه. حسب السير المنطقي للمجموعه انت ممكن ما تكونش محتاجها كمان الا من ترتيب المجموعات فقط لا غير، لكن ده طريق النادي الاهلي في البطوله بشكل عام. البطوله لما ما تشوفها عشان كده بقول لك النادي الاهلي او جمهوره مبسوط ليه او عنده يقل، لان لما تشوف شاف المجموعات مش بالشكل اللي هو كان كل سنه، كان يبقى الاهلي مثلا عنده دروب معين فيبقى مثلا مواجهه الترجي صعبه مواجهه مش عارف، لكن انت لما تشوف المجموعات مع كامل تقديري طبعا واحترامي لكل الانديه انا بقول لك وبكل امانه وليست مجامله، النادي الاهلي اقوى فريق في دور المجموعات هو النادي الاهلي رغم هزيمته. اقوى فريق لان طبعا هتقول لي مثلا الترجي كسب بره كسب الرجاء بره لا
اولا لكل مباراه ظروفها عشان بس نوضح بسرعه، لكن المباراه دي اللي ساهم في الفوز فيها، اللي ساهم في نتيجتها بشكل ده الاعلام المغربي اكتر. بمعنى لو خدت بالك قبلها باربع ايام الرجاء عمل ريمونتادا تاريخيه قدام الوداد في البطوله العربيه، ومن 1-4 ل 4-4 وتاهل. وفي نفس اليوم او قبل المباراه دي تحديدا كان الترجي خسر على ارضه من اولمبيك اسفي المغربي في دوري البطوله العربيه برضه، وخرج 1-1 وبعدين خرج بضربات الجزاء. فكل الناس قالت ان الرجاء عاد، والرجاء طبعا فريق قوي طبعا، فحملوا اكتر على فريق الرجاء ونالوا من الترجي. لما تشوف الصحافه المغربيه اتعاملت ازاي، قال لك مع ضحيه مفضله. ليه ضحيه مفضله؟ لان دايما فريق الترجي بيتعثر امام الانديه المغربيه. يعني لما تشوف السوبر الاخير خسر قدام الرجاء 2-1 في الدوحه، سوبر من كام سنه كده كان خسر قدام الفتح الرباطي المغربي في رادس، سوبر في وديع بطوله سهله جدا منه. تظل في الاذهان النهائي الاشهر بين الفرقتين الرجاء والترجي سنه 99، ما كانوا تعادلوا في المغرب 1-1 وفي الترجي 1-1 رغم ان الترجي كان مطرود منه 2، احدهما كان قائد الفريق تقريبا جريندو، مش متذكر جريندو عبد اللطيف ولا مين، وكانوا كسبوا بضربات الجزاء. فهو دايما عنده عقده، الترجي عنده عقده من المغاربه، حتى اخرهم مباراه اولمبيك اسفي لما خرج من ليس من انديه القمه فخسر. فالصحافه المغربيه خلتها ان هو الضحيه المفضله، فطبعا ده ادى حمل اكتر على لعيبه الرجاء على ملعبهم على ارضهم، عمل عليه ضغوط، عمل عليه الضغوط اللود اللي عرف يستغله خبرات لعيبه الترجي اللي هي اكتر من خبرات لعيب الرجاء. الرجاء كان عنده عثرات في الفتره الاخيره لكنه عاد مؤخرا بشكل كويس، فده اللي ده اللي ادى للنتيجه الطبيعيه اللي لكن البطوله في حد ذاتها شايف نادي صعبه قويه ولا شايف لا هي اقوى بطوله دوري ابطال من سنوات طويله، اقوى بطوله، اقوى بطوله. لما هتلاقيها كلها دربيات، ديربي مصر الاهلي والزمالك، ديربي تونس الرجاء الترجي والنجم، ديربي المغرب الوداد والرجاء، مش ديربي، فريقين قويين جدا في الجزائر اتحاد العاصمه وشباب القبائل، وايضا ديربي الكونغو المازيمبي وفيتا كلاب، ومعاهم مين؟ معاهم الهلال السوداني فريق قوي جدا، معاهم اول اغسطس الانجولي فريق قوي، وكلنا نتذكر في 2018 تقريبا او 2017 كان وصل حرم من الوصول النهائي بدل الترجي بسبب الخطا الشهير 2017. وعندك بترو اتلتيكو الانجولي فريق قوي، الاثنين برضو من انجولا يعني، وبلاتينيوم اللي هو ممكن يكون اضعف كل 16 فريق. فعشان كده هي فصالح الانديه تحديدا لما اتكلم عن انديه مصر الاهلي والزمالك اللي هم مشاركين في البطوله دي، فصالحهم مش ان هم بس ينجزوا، لا ان هم يحققوا التاهل في مجموعاتهم، ان هم بقيه الفرق بتخلص على بعضها. يعني انت اوريدي هتخلص من 8 وانت تتاهل ان شاء الله، الاهلي والزمالك يتاهلوا من الثمانيه اللي متاهلين، وفي 8 راحوا. لما انت بتيجي تقابل في يعني انت مش تقابل كل مش تقابل الترجي والنجم والوداد والرجاء والمش عارف قابل الكسبان فهم بيخلصوا على بعض، وانت اعمل اللي عليك وخلص على اللي قبلك فوز عليه يعني ان شاء الله بلغه الكره. فهي قوية جدا، ولكنها الطريق اليها يعني ممكن يمشي بطريقة بيت باي بيت، الخطوة الخطوة، هيبقى رائع جدا. انت ما تبصش يعني النادي الاهلي النهارده ما تبصش الا لمباراة الهلال طبعا، عوامل الهلال، قوة الهلال، ضعف الهلال، ايا كان، ما اقعدش ابص لقدام ده انا عندي مش عارف مين سهل بعديها، لا بعد الهلال يخش على بلاتينيوم وهكذا يعني. لما تخلص الدور ده خالص والاهلي ان شاء الله يكون مترشح، والزمالك برضه يكون مترشح في مجموعته مع مازيمبي ان شاء الله، تبص بقى لمنافسك اللي هتجيبه القرعه وهكذا بيت باي بيت، لان انت ما تقعدش تشغل نفسك ده الوداد مش عارف كسب مين ولا لا لا لا، انت عايز تفكر في اللي جاي لك بالظبط، لان انت النتائج كلها كمان فيها بحكم الدربيات عامله مباريات قويه. يعني انت الدور الاول الجوله الاولى عفوا عندك الاهلي والنجم، عندك الترجي والرجاء، عندك مازيمبي والزمالك، عندك الشبيبه عفوا اتحاد العاصمه وكان الوداد، وعندك ده ديربي مغاربي، وعندك شباب القبائل وفيتا كلاب فريق مش سهل لسه بطل الكونفدراليه من سنتين. فانت عندك برضو في الجوله الثانيه في برضو مباريات صعبه جدا، تخيل الشبيبه والترجي التونسي في ارض تونس على ملعب رادس، وعندك الاهلي مع الهلال يعني، والامور بقى عندك الوداد تقريبا مع صن داونز، يعني بطوله قويه، لكن للاسف قوية جدا. في جزء مهم جدا يعني يبوظ البطوله دي، هو جزء التحكيم الحقيقه للاسف. احنا شفنا الحكام مباراه الاهلي والنجم والحكام على مدار البطولات المختلفه بالقاره الافريقيه، هو الحل في الموضوع ده ايه، ورايك في الشكوى اللي قدمها النادي الاهلي؟ لا هو رايي في الشكوى دي صح، لان النادي الاهلي بيحفظ حقوقه بدري بقى احفظ حقوقك، لان انت بتسجل حتى طبعا مش هيغير من الامر شيء، كنت قريت كلام كده ان مش عارف الماتش هيتعاد وكلام ما تضحكش على الناس يعني، خلاص المباراه انتهت والاهلي اتغلب والنجم فاز الموضوع انتهى، لكن انت في انت بتحفظ حقوقك عشان ده ما يتكررش تاني، ما يجيلكش حكم بهذا الضعف. وبعدين انا شايف حتى في شكوى الاهلي فيها ما بيحفظش حقوق الاهلي، هو بيحفظ حقوق الانديه. لما تيجي تتكلم لما الاهلي بيطالب بموضوع الفار، ما هو حق الناس كلها وليس النادي الاهلي فقط. الفار انا مستغرب له ليه مش موجود في ده سؤال الاهلي وجهه امبارح برضه،
الفار ليه مش موجود؟ طلب يعني. ده موجود في كل العالم في البطولات الوديه موجود. ده الفار ده كان نقطه العار للكره الافريقيه في نهائي الموسم الماضي الذي لم يكتمل واللي فاز بيه الترجي، مع كامل احترامي للترجي لكن هو في ارض الملعب فوز غير مستحق في يعني هدف كان صحيح وهدف وليد الكارتي صحيح وهم اللعيبه طلبوا بالفار وشوفها ولما اعيدت حتى كان المعلق عصام الشوالي قال الهدف صحيح. بس دي حاجه ما فيهاش انتماء، انت تنتمي لكن الحق يقع. تكذب على الناس، الناس شايفه بالظبط. فالهدف صحيح. لما طلبوا بقى اكتشفنا ان ما فيش فار، فتخيل هذه البطوله ما فيش في النهايه بتاعها فار. طب يعني بصراحه افريقيا فيها العجب في كره القدم. الموضوع كان ديكور بس الفار كان ديكور كانوا بيضحكوا على الناس بيه طبعا. وطبعا ممكن يكون الموضوع مقصود، مش مقصود، هو بيضحكوا على الناس بس هو شكل يعني بيضحكوا على الناس، لكن هو عارف انت يقول لك ايه ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ده ايه قرانيه بالظبط. فهو هم افسدوا وحطوها شكل، هو في النهايه مفيش حاجه. انا بس بتكلم مثلا لما الفار كان موجود في ماتش الاهلي والترجي في برج العرب كان موجود وشغال زي الفل، تمام. اشمعنى هناك ما كانش شغال؟ يعني ممكن بعض يقول لك عشان مفيش حاله يعني من الجبال الفار ماتش الاهلي. انا فاهم عشان مفيش حاله حصلت، انا فاهم المباراه الثانيه. فعشان كده ما اكتشفتش، مفيش حاله وقفنا فيها على الفار. حتى الحكم اعتقد الاثيوبي اللي كان حكم المباراه دي برضه ضحك علينا لما في لقطه كده الجمهور طالب فيها بضرب الجزاء للترجي وبعدين هي طلعت فوقف عمل كده وعمل كده في الاخر. انا قلت بس يبقى الفار شغال ولا مش شغال. هو مش شغال، هو عامل نفسه بيسمع فار وفي الاخر اكتشفنا انه مفيش. واكتشفنا بعد سنه كمان مصر طبقت الفار هنا في بطوله الامم الافريقيه من خلال الاتحاد الافريقي طبعا. يعني كان في قرار ان يبقى في فار في البطوله. الفار مطبق في كل العالم، موجود في حته، في كل حته، اشمعنى برضه في تونس؟ يعني الدنيا في موضوع الوداد والترجي، لكن في كل الاحوال ده اللوم يكون على الاتحاد الافريقي. بالظبط. انت ليه مش عايز تدخل الفار في كل البطولات يعني من كل الادوار؟ بالظبط. انت ليه من كل يا اخي من دور الثمانيه بس؟ لان البطوله دي عامله زي بطوله دوري ابطال اوروبا، هي فعلا بقت اقرب الشبه ليها. صح. انها بقت قويه من دور المجموعات. يعني انت حتى شوف دوري ابطال اوروبا ما حدش بيتفرج على الدور التمهيدي ولا حتى قناه مشفره بتتفرج على دور المجموعات. انت بتبتدي من دور المجموعات. افريقيا بقت قريبه الشبه بده، ان انت الادوار التمهيديه في نظام البطوله حتى تلاقي حتى النتائج فيها فجه 9-0 و8-0 و16-0 كلام مالوش لازمه. يعني يا جماعه الغوا ال 64 ده كمان مالوش اي لازمه. خلينا من 32 ويبقى مش كل الانديه، لا الاهلي ولا الزمالك ولا الترجي ولا الوداد ولا الناس ما تشاركش في الكلام ده. خلي معلش بلاتينيوم مع احترامي للناس دي وزيسكو والكلام ده يعجنوا مع بعض واللي يكسب يخش. ده ما هي كده زي ريال مدريد وبرشلونه وتشيلسي عفوا وليفربول بعض الانديه الانديه الكبرى من دور مجموعات على طول. دور مجموعات الدوري قوي. صح. نفس الكلام وبيبدا منه طبعا. اوروبا فيها الفار في كل الاول، انت ابداوا من دور المجموعات لان دي بطوله حاسمه. ما انت ممكن ما طب خطا زي بتاع النجم ممكن يضيع فريق زي النادي الاهلي. أكيد. او يضيع الفريق. هو مش قصده انه يضر النادي الاهلي، لكن هو معروف ان الحكام في افريقيا عامه بيميلوا لصاحب الارض. خلاص هو مايل يعني مثلا ايه لعبه تحتمل بيديها لصالح اللي هو صاحب الارض. فاول في اللحظه الاخيره او ضرب الجزاء في اللحظه الاخيره مشكوك في صحتها رايح للضيف ما يحسبهاش لانه لو حسبها هيقوموا عليه والجمهور. فهو يعني بالعاطفه. حتى لو تتذكر كان في كاس العالم 2002 في كوريا واليابان لما حصلت اخطاء التحكيم في مباراه كوريا وايطاليا وبعدها مش عارف مباراه مين كوريا برضو واحد تاني اسبانيا كوريا وايطاليا وكوريا واسبانيا. فقال لك ما تخلوش حكام الشرق الاوسط يحكموا في المباراه الحاسمه لانهم عاطفيين. عاطفيين لانهم كابتن جمال غندور كان الكابتن جمال في مباراه الاسبانيا للاسف يعني. الاخطاء كانت كبيره جدا لان حرمت منتخب زي ايطاليا ومنتخب زي اسبانيا من الوصول للمربع الذهبي ووصلت فريق زي كوريا الجنوبيه اللي ما كانش ابدا زي الاثنين او في قوه طبعا الاسبان والطليان. فقال لك دول بيحكموا بالعاطفه. بالعاطفه ان هو بيميل شويه وبعدين تلاقي ايه انت كسبان 3-0 ولا ضربه جزاء فما يحسبهاش. ما انت كسبان بقى. لا مش منطق. مشكلة. الناس بره كسبان 6 وعلى خسران 6 وعلى ارضك وجالك ضربه جزاء وطرد في بره ما عندوش هو مشاكل. عشان كده الدوري الانجليزي فاكر ماتش 9-0 بتاع ليستر سيتي ضربه جزاء في الدقيقه 90 من الوقت 91 من الوقت والضايع وحسبها بدل ما النتيجه تبقى 8-9. بس هو ملوش دعوه. هو بيطبل قدامه مش خلاص بقى والناس مش عارف ايه لا عادي يعني. لسه في مباراه كانت لاياكس من يومين يمكن كانت امبارح في دوري الناشئين كسب 50-1. نفسي مش انا دورت على الماتش ده ما لقيتوش. نفسي اشوف ايه اللي وصل النتيجه ل 50 بس الناشئين كان ناشئين. انا فاهم يعني قصدي يعني شوف حتى طبعا ما شفناش الماتش ما اعرفش ايه ظروفها ولكن حكم انا مالي ما يكسب. الحل ايه في موضوع الحكام في افريقيا من وجهه نظرك يعني؟ لا انا رقم واحد بصراحه الفار. الفار 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 هيحل كتير.
طبعا اسوء الفار بيريح يعني. النهارده لما بتشوف القرارات النهارده في لما تتفرج على دوريات اوروبا كلها، الايطالي والانجليزي والاسباني يجي موقف ويرجع، حتى في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي اما بيرجع للفار بيجي بحسب بقول لك ايه. في دوري ابطال اوروبا ماتش انتر ومين كانوا بيلعبوا مين الماتش اللي فات؟ بروسيا لا لا البروسيا فرقه كده مش فاكر مين، مش فاكر اللي هي الرابعه اللي معاها بروسيا وبرشلونه جابوا جون، الفرقه دي جابت جون واتلغى، وبعد كده الكره راحت لوكاكو جاب جون واحتفل بالجون، بعد كده رجعوا للفار لوكاكو حسب الجون الثاني. طب ما طب يعني بعد ما اللعبه اتلعب والدنيا مشيت، طب ما في ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان مش الحكم طرد حارس ريال مدريد وحسب ضربه حره مباشره على حدود المنطقه، ولما رجع للفار رجع الكارت وحسب فاول من نص نص الملعب كان لمارسيلو. أيوة صالح مارسيلو يعني شوف رجع لفين. واحنا وانت قاعد بتتفرج كلنا بنتكلم على وقعه الكره دي، هو فعلا طلع الكارت الاحمر تقريبا لكورتوا حارس المرمى كورتوا وعمالين نتفرج ان هي لا ضربه جزاء يعني. انت بتشوف حتى الفار اللي هي من جوه ولا من بره لما الحكام قالوا له لا ارجع 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 ارجع، فضل يرجع وبعدين شاف في اعاقه في وسط الملعب هي اللي ادت لده، راح مرجع حسبها فاول من وسط الملعب لمارسيلو اللي ما حدش شافها خالص ولا حد اعترض عليها ولا حد طلب بيها حتى من مشجعين الريال قبل لعيبه الريال في الملعب، وراح مرجع الحارس ولغى كل الكلام ده. فالفار اذا يعني الفار هيحل مشاكل هو بينطبق عليه مقوله ايه؟ ان تاتي متاخره خير من الا تاتي. صح يعني دي العداله. تاتي متاخره يعني ماشي، هو خلينا في متعه كره القدم والكلام اللي احنا بنقوله، بس ما هو فريق بيطلع على فكره هي بقت متعه في حد ذاتها موضوع الفار ده. بتبقى قاعد في اخر ثواني ما انتش عارف ايه اللي هيحصل وهو بيجي يلاقي لك ده طلعت اوف سايد ده طلع، ومش عيب الحكم في الاول. المهم يبقى في عداله بقدر عداله للجميع. عداله للجميع يعني انا مع يا رب يطبق الفار، ولا اني اشك في الكلام ده ولا حتى في نص النهائي، اعتقد ممكن بالكاد يطبقوا لك في النهائي اللي لسه بالمناسبه ما حددش ملعبه، وبرضه ما حددش ملعبه وما حددوش حتى في اختياراته للملاعب عمل مشكله يعني. هو اختار خمس ملاعب، ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، استاد القاهره، لا رادس طلع بره الموضوعات، ما هي دي المشكله. يبقى استاد جوهانسبرج لا في جوهانسبرج ده كده ثلاثه، وفي ملعب في الجابون وملعب السودان. ملعب الجابون اللي خد اللي كان فيه نهائي كاس واستبعد رادس. طب انت استبعدت رادس ليه؟ عشان المشكله اللي حصلت. ماشي. هو اصلا طب انت مش عايز تعلن ليه اسم الملعب ليه؟ لانه مستني النهارده لو اعلن ان الرجاء ان ملعب مش عارف المغرب مثلا، فافرض تاهل الرجاء. طب انت مالك ما اللي تاهل يتاهل، هو مستني لما يتاهلوا اثنين مثلا فريق من مصر وفريق من المغرب حاطط ملعب فيجي حاطط بقى ملعب جوهانسبرج مثلا او السودان. ده اسمه هزار ده والله. لا ده اسمه تهريج طبعا. ما هو ما بقول لك هي ما هو حاجه مالهاش لازمه يعني. انا مستغرب ما كانوا اعلنوا مؤخرا ان هيبقى في اجتماع قريب جدا عشان يعلنوا على موضوع الملعب ده. ما اعلنوش هم، بس ما هم اعلنوا بس اجتماع اتعمل وما اعلنوش حاجه. ما لا هم اعلنوا بس اللي هم اختاروا الخمس ملاعب اللي قلت لك عليهم دول، وان هو ايه هو برده خمس ملاعب. ما هي برده ازمه لان افريقيا كلها ما فيهاش ملاعب دي كلها، انت عندك مشكله. وانت يعني الخبر المثير في كل الاجتماع ده او في قصه الملعب ده ان انت استبعدت ملعب رادس. لما نيجي تقول استبعدته ليه؟ عشان سلفة. طب انت كنت ممكن تكون اكثر ذكاء من كده وتحطه من ضمن الخمسه وما تختاروش. صح عادي جدا ما تختاروش، حطه بس صحيح. لان هو ده ملعب رادس شيء ما بين دره ملاعب افريقيا، ملعب رائع يعني. لما تيجي تتفرج على شمال افريقيا هتلاقي ملعب المركب محمد الخامس في الدار البيضاء، طبعا ملعب طنجة لا ننساه، ملعب رائع جدا. ادي اثنين في المغرب، وعندك استاد القاهره وبرج العرب، ادي اربعه، وملعب رادس خلينا نكون بامانه تونس ملعب رادس. الجزائر عندها شويه مشاكل في الملاعب في البنيه التحتيه في الملاعب، سيبك منها دلوقتي. انت حطه وتستبعده في الاختيارات، ايه المشاكل يعني؟ انت ليه تعمل ازمه يعني؟ يعني هو برضو ده بصراحه محدودين الذكاء في القصه دي، ان هو استبعد الملعب وعمل ازمه، والصحافه التونسيه بدات تهاجم وبدات تتكلم، وده مش هيدي افضليه فيما لو تاهل الترجي او النجم للنهائي مش هيدي افضليه. طبعا كلام كنا في غنى عنه لو كان الاتحاد الافريقي حازم اللي كمان وحاسم. اللي يضايق في الموضوع ان انت مثلا مباراه الرجاء والترجي كان الحكم مين؟ فيكتور جوميز. من افضل الحكام في افريقيا الجنوب افريقي. انت جاي في مباراه الاهلي والنجم تحط حكم بالمستوى ده ازاي يعني؟ ليه؟ حاجه غريبه. ما كانش متوقع ان ده هيحصل بقى، ما تعرفش يعني. ما اعرفش ما بيختاروا ازاي، المفروض ما يعملهاش بالتوقع يعني. ما اعرفش يعني. انت بتشوف اسمين كبار جدا هيلعبوا ماتش. لا ده انت عندك مشكله كمان. رئيس لجنه التحكيم في الكاف اللي هو سليمان برادو تقريبا حاجه كده، ما شافش ولا ماتش جيبوتي. ما اتفرجش ولا شافش ولا ماتش. ليه؟ كان في تصريح ليه اصلا بقول له ايه رايك؟ قال لك انا ما شفتش ولا ماتش، انا كنت مسافر في باراجواي ولا في اورجواي. قال ما شافش ولا مباراه من الماتشات اللي بتاعت. طب انت
ازاي انت رئيس لجنه التحكيم وما تشوفش؟ يعني طب نائب رئيس لجنه التحكيم يشوف؟ اي حد. طب انت بتقيم يعني عندك هنا مثلا دروب خلاص ده اقفل عليه. الراجل ده نجح كمل في حته تانية يعني. يعني ميزه الحكم لما بيتالق ان انت ما بتحسش بيه اصلا. يعني عندنا مثلا مباراه رائعه اللي كلنا بنتكلم عليها مباراه الترجي والرجاء والوداد الريمونتادا كان الحكم مصري محمود البنا. ما حدش جاب سيرته ليه؟ لان المباراه ما لجأتش لاي مشكله. الراجل ما عملش مشكله لحد الدقيقه 94 ولا 95 مفيش اي مشاكل مع انه ديربي قوي جدا جدا طبعاً. جدا بره الملعب وارض الملعب ومع ذلك انا كنت مشفق عليه هو يعني. انا كنت اعرف المباراه بتفرج بس كنت بشجع محمود البنا اكتر من الفرقتين أكيد لان هو اي مشكله هو اللي هيلبسها. فربنا كرمه ان هو ما حدش حاسس بيه خالص. حتى الاعتراضات بتاعه الوداد في الاخر كده الاعتراضات هايفه يعني ما لهاش اي معنى. ان هم اصل كان لنا اصل كان ما انت ما انت كان في كره انفراد من المرمى خالي اللي هو ايوب الكعبي في الدقيقه 92 حطيتها بره او المدافع بتاع الرجاء خدها رجعت فاول جون محسن متولي. فانت هي الفكره ان التحكيم حاجه يبقى ميزته ان ما تحسش بيه. يعني انت النهارده ما بتتكلمش خالص على الحكم محمود البنا مع انه مصري احنا بس واخدين اسمه لكن ما اتكلمش لان ما فيش اخطاء في ما فيش حاجه. لكن امتى اتكلمت على نهائي الفار نهائي نهائي الترجي والوداد السنه اللي فاتت لما حصلت مشكله الهدف بتاع وليد الكارتي مشكله الطرد بتاع ايمن اشرف المشاكل دي اللي بتخليك تشوف الحكم. ماشي الحديث بقيه بعد الفصل استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي فتح حجز تذاكر مباراه الاهلي والهلال السوداني غدا عبر تطبيق هيفتح بكره يعني الحجز عبر تطبيق تذكرتي بشرط توفير الفان اي دي. يبدا غدا الثلاثاء فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراه الاهلي وفريق الهلال السوداني واللي هتكون في الجوله الثانيه من مباريات دور المجموعات من خلال موقع الحجز الالكتروني الخاص ببطاقه جمهور النادي الاهلي وموقع شركه تذكرتي. الاسعار تبلغ قيمه او القيمه الماديه لتذكره الدرجه الثالثه شمال 50 جنيه و75 للدرجه الثانيه و100 جنيه للدرجه الاولى شمال برده و200 جنيه للمقصوره الجانبيه و300 جنيه للمقصوره الرئيسيه. وتقرر عدم استلام التذاكر دون وجود الفان اي دي الخاص بالمشجع الذي يتم استخراجه من موقع تذكرتي. وده شيء مهم جدا وخلاص بقى يعني الناس اعتقد حفظت موضوع الفان اي دي وشركه تذكرتي والسيستم بيبقى ماشي ازاي وكلام من ده. مهم قوي قوي باذن الله التزام الجمهور كما هو المعتاد عشان ان شاء الله يبقى في حضور اكبر في المباريات المقبله لان جمهور النادي الاهلي اكيد هو السند رقم واحد لفريقه دائما وابدا. نرجع استاذ محسن لملوم وكنا بنتكلم عن الحكام وكلام من ده وقلنا ان شاء الله يبقى في حل في موضوع الفار وشكوى النادي الاهلي اكيد شكوى مهمه. لكن عايز اسالك في فايلر رايك ايه؟ قيمت فايلر خلاص ولا لسه؟ لا طبعا من قبل حتى ماتش النجم من قبل ماتش النجم لان حتى الناس كانت بتقول مباراه النجم انه ما قابلش فريق كبير والبعض تناسى انه قابل نادي الزمالك في السوبر المحلي. الراجل قراءاته يعني قراءاته للمباريات وحسن توظيفه للعيبه بيبان بصراحه. يعني هو اي كميته مشيت مع النادي الاهلي. مش شرط تكون انت معاك مدرب كبير جدا وممكن ما يمشيش معاك عادي زي لاعب كبير جدا ممكن ما يفيدكش. اتذكر مثلا مارتينيول وهو كان مدرب كبير واسم في البريمير ليج وما نجحش معاك او لم يوفق معاك او ما عملش الاضافه المتوقعه يا دوب خد الدوري وده عادي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن هو الراجل قراءاته للمباريات حتى الناس حتى بتقول سخريه كده ان هو ما بيضغطش على الفريق من عند منطقه الجزاء بيضغط على الفريق من الفندق. هو لسه طالعين من الفندق بيضغط عليهم ده صحيح. قلنا هنشوف شكل في افريقيا الظروف هي اللي هزمته ولكن شوف شكل الفرقه شوف شخصيه الفرقه فريق منقوص واحد ومغلوب واحد ومتاخر بنتيجه وضغط الفريق المكتمل للصفوف والمتسلح بالجمهور بالارض بالنتيجه كمان متسلح باربع عناصر عليك في الارض الملعب النتيجه لصالحه الجمهور لصالحه الارض لصالحه التكامل العدد لصالحه هو 11 وانت 10 ومع ذلك انت ضغطه في نص ملعبه. ده بيبين لك ان الراجل فكره مش وحش بالعكس ده هو ماشي جدا مع النادي الاهلي عشان كده رصيده الكبير عند النادي الاهلي في المباريات اللي قبل المباراه دي زائد تعامله مع المباراه دي خلى الناس كلها ما حدش لم خالص على فايلر. فايلر باذن الله منتظره ينتظر مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي اذا ما استمر على هذا الشكل. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق وهو مبشر جدا في الحقيقه. ان شاء الله باذن الله يكون موفق مع النادي الاهلي. بالتالي بكره مباراه مهمه قوي للنادي الاهلي مع بني سويف بتشوف مدى اهميه هذه المباراه وكيفيه التعامل معها. والله هي بطوله كاس مصر دايما بطوله المفاجات
بطوله المفاجآت يعني مش هقول بقى اسماء كتير حصلت قبل كده زمان. صح. الاهلي اتغلب والزمالك اتغلب والانديه الاسماعيلي مش عارف الانديه الكبيره دايما بتغلب لان دي بتبقى فرصه للناس الغلابه الفرق الغلابه ان هم بيظهروا بيطلعوا على النهارده كان في مصر ماتش بيلا مثلا ما حدش بيشوف بيلا كتير ففرصه بان هم اللعبه تتشاف عكس الفرقه الثانيه. خلص كان ماتش ده اربعه ولا كام؟ ما كملتوش كان ماتش سيء جدا. الماتش مثلا الاهلي وبنشوف بكره الناس الاهلي 4-0 الاهلي كل نجوم ما حدش عارف مع احترام طبعا لفريق بنشوف ما حدش عارف ما بيظهروش في التلفزيون ففرصه لهم يدوا اقصى ما لديهم فدايما بحذر فرق كبيره ومنهم النادي الاهلي من المواجهات دي يعني دايما خاف من الماتشات دي لان انت بتقابل خصم ليس لديه ما يخسره يعني بكره لو النادي الاهلي فاز 8-0 مثلا مش كده ما حدش هيقول يعني احنا الملوك اللي مش عارف خالص ولا حد ولو جابهم كلهم لعيب واحد مش هيطلع يتفخر يعني لكن ماذا لو هذا الفريق مثلا تعادل حتى مع النادي الاهلي ومثلا الاهلي حتى كسب ضربه جزاء يطلعوا يشيدوا بيه هو طبعا. هي دي الفكره ان دي بطوله المفاجآت على الانديه الكبيره منهم الاهلي بكره والزمالك بعده وبقيه الفرق طبعا الحذر ثم الحذر ثم الحذر من اللي ما عندوش حاجه يبكي عليها فريق بني سويف ما عندوش حاجه يبكي عليها لو خسر ما حدش هيلومه خالص انا قابلت النادي الاهلي ولو خسر ب 8 و 10 0 لكن ده بالعكس ممكن يخسر مثلا 4 0 ولا حاجه وتلاقيه عملوا طرقستين ثلاثه فالناس تطلع تشيد بده بس فبيبقى التعامل برضو الحذر واجب في المباراه دي ربما اكثر من المباريات المهمه لان دي الند اللي ند انك انت ما انتش عارف انت بتقابل كمان خصم مجهول ما تعرفش عنه حاجه اذا النادي الاهلي اراد ان هو يحسم المواجهه دي يحسمها مبكرا منعا للمفاجات يعني تتوقع ظهور بعض الوجوه في النادي الاهلي ممكن عمار حمدي عمار ممكن يعني ممكن يدي فرصه ممكن سعد هي بتبقى فرصه بس يعني ايه مش مع ان هو يجي عامل كل ده مره واحده طبعا ما بدخلش في الامور الفنيه وما فهمش فيها اكيد زيهم لكن مش مع ان هو يعمل كل ده فكون النتيجه عكسيه حاجات بسيطه خليني اقول لجمهور النادي الاهلي قائمه الفريق اللي خرجت في هذه اللحظات لمباراه الغد امام بني سويف في حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي اذا محمد الشناوي هيستريح في المباراه دي وهو اكيد في قرار من الجهاز الفني ان شريف هو يعني هيلعب كذا تمام يبقى حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي خط الدفاع احمد فتحي ايمن اشرف حسين السيد سعد سمير محمود وحيد وياسر ابراهيم في خط الوسط حسام عاشور وليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي واحمد الشيخ واليو ديانج وفي الهجوم مروان محسن وجيرالدو ووليد ازارو وصلاح محسن نعيد القائمه مره ثانيه على جمهور النادي الاهلي في حراسه المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي في الدفاع احمد فتحي وايمن اشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم في خط الوسط حسام عاشور وليد سليمان حسين الشحات عمار حمدي احمد الشيخ اليو ديانج في الهجوم مروان محسن وجيرالدو ووليد ازارو واخيرا صلاح محسن رايك ايه لا تمام يعني حتى بيتماشى مع اللي احنا قلناه قبل القايمه مثلا الشنو مش موجود دي فرصه ان انت تريح الحارس الاول اللي عندك كابتن شريف اكرامي حارس طبعا بيلعب عليه يلعب طبعا يبقى ده حتى فرصه ليك ان انت يلعبوا مباريات مهما كانت المباريات اليوم في الملعب ولا 100 مباراه وديه تضاهي مباراه رسميه واحده بضغوطها وحتى لو كانت قدام فريق بني سويف لكن تظل برضو مباراه فيها الضغط على النادي الاهلي اكتر زي ما ذكرت انت احمد الشيخ موجود ممكن يخش سعد سمير وعمار حمدي ممكن دول يبقى السيد. وحسين السيد ممكن دول يبقى لهم تواجد في المباراه بكره بس بحسب سير المباراه يعني. حسب المباراه يعني انت خلاص انت فايز فوز مرتاح ومتقدم بفوز مرتاح خلاص تقدر تشارك اللي انت عايزه يعني طيب خلينا قبل ما نختم نتكلم في جائزه البالون دور النهارده واللي هتكون في تمام قلت لي 9 تقريبا 9:30 بتشوف الحدث ده ازاي ومدى اهميته وتتوقع مين اللي يفوز والله اتمنى التسريبات اللي نزلت دي تكون صحيحه عشان صلاح تالت يعني اتمنى طبعا طبعا نتمنى تكون صحيحه وعلى فكره اقرب للواقعيه لان وجهه نظري طبعا ان كانت الزبيست رسميه ولكن دي الافضل لينا يعني احنا دايما طلعنا على الكره الذهبيه الكره الذهبيه الكره الذهبيه من زمان حتى هي اقدم من جائزه الفيفا لما اندمجوا بقت ادالها الصفه الرسميه والصحفيه لكن لما دخلت بقى زبيست بقى فصلوا انا بصراحه ما بحسش بطوله الفيفا اللي قصدي جائزه الفيفا اللي هي رسميه تظل دي برضو البطوله البالون دور ليها مذاق اخر البالون دور احنا طول عمرنا نشوف الكره الذهبيه الكره الذهبيه الكره الذهبيه لكن زبيست حتى رغم انها رسميه بس مع احترام يعني البالون دور هي ذات اهميه التسريبات اللي يمكن اشرتها جريده الميرور الانجليزيه ان ميسي الاول وفان دايك الثاني وصلاح الثالث اتمنى طبعا عشان صلاح لكن طبعا بصراحه في وجود ميسي
هيبقى صعب حد ياخد حاجه دلوقتي. حتى رونالدو برضو تقدم العمر وبعدين هم خدوها، يعني كان في تسريبات من اسبوعين ان رونالدو ولا رونالدو ما سبحان الله انا ما اعرفش التسريبات دي بتيجي ازاي يعني. وبعدين انت انا باخد مصداقيه التسريبات من الصحف اللي نشرها، مش موقع عادي او مش ده جريده الميرور يعني جورنال كبير في انجلترا او في اوروبا كلها، فدي حاجه كويسه. فاتمنى طبعا ده يحصل، واتمنى اكتر ينتهي عصر رونالدو وميسي بقى يعني. كفايه بقى لا ده ما تعالى لا كفايه عن السنه اللي فاتت، بس هو طبعا في حته ثانيه يعني. خلينا نتكلم عن السنه اللي فاتت لما خدها لوكا مودريتش، مش موجود السنه دي في ال 30 تخيل. صح صح. يعني اللي كان موجود اللي هو البطل مش موجود في ال 30، فدي حاجه لغز سبحان غريب. الله طبعا لا غبار على على, على موهبه ميسي ورونالدو. طبعا مبروك على ميسي ان كان ان كانت التصريحات صحيحه. اكيد يا استاذ محسن، نورتنا وشرفتنا كالعاده، ومبسوط جدا بتواجدك معانا. شكرا جزيلا. انا الاسعد ربنا. بشكرك. شكرا جزيلا استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير، كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده، واتكلمنا في بعض الامور الهامه جدا. بكره هيبقى عندنا حلقه رغم ان في ماتش، بس هنطلع معاكم قبل المباراه باذن الله في نفس التوقيت طبعا الساعه 5، وهنتكلم مع حضراتكم في اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه بني سويف، هذه المباراه الهامه في دور ال 32 من بطوله كاس مصر. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى. استنونا بكره ان شاء الله، الى اللقاء.